بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الحصة سنتعرف على درس في مدخل القسط، وعنوان الدرس هو حق النفس الحفظ والرعاية. نبدأ بالتساؤل عن ما درسناه في الحصة الماضية. فماذا درسنا في الحصة الماضية؟ نعم، ما هو مفهوم الطهارة؟ ما هو مفهوم الطهارة وما هي أنواعها؟ نجيب على هذه الأسئلة استحضارا لما درسناه في الحصة الماضية، ثم نمر إلى مدخل إشكالي لدرسنا في هذه الحصة. نقرأ المدخل: صديقك أحمد إنسان طيب ويؤدي واجباته الدينية، إلا أنه يتعاطى للتدخين ويقول بأنه عادة سيئة ولا يؤثر على حياته. ما رأيكم في سلوك أحمد؟ نقرأ المدخل ونتفهم ما فيه من معطيات، ثم نبدي برأينا في هذا السلوك. الآن سنمر إلى التحليل، وخاصة المحور الأول. المحور الأول هو حفظ النفس. حفظ النفس، سنطلع على النصوص المؤطرة لهذا المحور. النص الأول قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذه آية 29 من سورة النساء. الآية 29 من سورة النساء. اقرأوا الآية قراءة متأنية. والنص الثاني قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الآية كذلك 285 من سورة البقرة. اقرأوا الآيات قراءة متأنية لكي نعرف ونستخرج مضامين هذه الآيات. ففي الآية الأولى قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحما. هنا بماذا بدأ الله عز وجل؟ بأمر أو نهي؟ ولا تقتلوا، بمعنى أنها بدأ بنهي. عن ماذا نهانا الله عز وجل؟ عن القتل. ماذا نقتل؟ أنفسنا. هنا الله عز وجل ينهانا عن قتل النفس، وبالتالي فإن مضمون هذه الآية هو نهي، نهي من الله عز وجل للناس، أو ينهى الله عز وجل الناس عن ماذا؟ عن قتل النفس. جيد، من يعطينا مضمون ويستخرج مضمون لهذه الآية؟ نعم، وتحريم قتل النفس، لأن النهي دائما يفيد التحريم. الشريعة النهي يفيد التحريم، والأمر يفيد الوجوب. نعم، هنا الله عز وجل ينهانا عن قتل النفس أو تحريم قتل النفس. نمر إلى الآية الأخرى التي يقول الله عز وجل فيها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هنا عندنا كلمات غامضة يجب شرحها، لا وهي وسعها. لا يكلف، معنى لا يكلف هنا لا يحمل الله نفسا، يعني هنا لا يكلف الله، يعني لا يحمل الله نفسا إلا وسعها. وسعها هي طاقتها، بمعنى الله عز وجل لا يحمل الناس، لا يحمل النفس أكثر من طاقتها، أو لا يحمل النفس إلا طاقتها. لها ما كسبت من الحسنات وعليها ما اكتسبت من السيئات. وسعها هي طاقتها. في هذه الآية كذلك الله عز وجل ينهى، لا يكلف، معنى الله عز وجل ينهانا عن أمر ما. ما هو؟ أن نحمل ونكلف نفسنا ما لا تطيق، لأنه لا يكلفنا الله، أو ينهانا الله عز وجل عن تكليف النفس ما لا تطيق، ما لا تطيق.
نعم من يستخرج مضمون هذه الآية، نعم مضمون لا يحمل الله النفس إلا ما تطيقه، معنى أن الله عز وجل لا يحمل النفس إلا ما تطيقه، فكل ما لا تطيقه النفس فلا يحمل الله عز وجل إياها. نمر الآن إلى أول مفهوم حفظ النفس. نريد أن نتعرف على مفهوم ومعنى حفظ النفس، وإذا أردنا أن نعرف هذا المفهوم نتعرف عليه أولا لغة في اللغة. ماذا يعني في اللغة؟ ماذا يعني الحفظ في اللغة؟ الحفظ في اللغة، مفهوم الحفظ في اللغة يقال حفظ الشيء أي صانه وحرسه، هذا مفهوم في اللغة، يقال حفظ الشيء أي صانه وحرسه. ثم مفهوم النفس في اللغة، على ماذا تطلق النفس في اللغة؟ لغة تطلق على الروح كما تطلق على الذات كلها، فالروح النفس الإنسان أو جسد الإنسان، أو الإنسان يتكون من روح وجسد، من ذات وروح، وهي مجموعة بين الروح والذات، هذا في اللغة. انطلاقا من تعريف حفظ في اللغة وحفظ والنفس في اللغة، نستخلص ونستخرج مفهوم حفظ النفس. فحفظ النفس الحفظ صيانة، ماذا نصون؟ نصون الروح والذات، بمعنى أن الحفظ هو صيانة، حفظ النفس صيانة الروح والذات الإنسانية وحراستها. تلاقى من التعريف اللغوي استخلصنا هذا المفهوم، أنه حفظ النفس بمعنى أنك صيانة الروح والذات، لأن النفس هي روح وذات، صيانة الروح والذات الإنسانية وحراستها. هذا عن مفهوم حفظ النفس. نمر الآن إلى كيف، ثانيا كيف يتم حفظ النفس؟ ما دامت النفس يجب علينا حفظها، فكيف يتم حفظ هذه النفس؟ فقلنا في التعريف أن حفظ النفس هي صيانتها، صيانة الروح والذات الإنسانية وحراستها، فكيف يتم حفظها؟ كيف يتم حفظها؟ يتم حفظها عبر مجموعة من الوسائل ومجموعة من الأشياء يجب على الإنسان أن يطبقها في حياته حتى يتمكن من حفظ النفس، حتى يتمكن من حفظ النفس. ففي الآية التي مرت معنا في النصوص المطلقة قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، هنا نستخلص ونستخلص من هذه الآية أمر يتم به حفظ النفس، ألا هو ما هو؟ ماذا حرم الله عز وجل في هذه الآية؟ حرم قتل النفس. إذا حرم الله قتل النفس معنى أن الإنسان يجب عليه ألا يتخذ أسباب تؤدي إلى قتل النفس أو تؤدي إلى إلحاق الأذى بالنفس. فأول شيء تحريم قتل النفس، فالذي ينتحر هل حفظ نفسه؟ الذي يتعاطى للتدخين والمخدرات وتلك الأشياء هل حفظ نفسه؟ كل هذه الأشياء تؤدي إلى إلحاق الأذى أو قتل النفس، فالذي ينتحر هذا لم يحافظ على نفسه بل أدى بها إلى القتل، وهذا كله من الأشياء التي نهانا الله عز وجل عنها وشرع الإسلام ينهانا عنها. ثم في الآية الأخرى التي مرت معنا في النصوص المواطرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قلنا أن لا يكلف معنى لا يحمل الله عز وجل، يعني النفس في العبادات وفي أشياء لا تطيقها النفس لا يحملها الله عز وجل. وبالتالي هنا نستخلص من هذه الآية أنه يجب على الإنسان أن لا يحمل نفسه سواء في العبادات سواء في المعاملات. ففي العمل يجب أن لا يحمل النفس أكثر من طاقته في العمل، ثم في العبادات كذلك أن لا يحمل النفس أكثر من طاقته، يجب عليه أن لا يحمل النفس
ما لا تطيق في سائر الأمور، عدم تحميل النفس ما لا تطيق، كل ما لا تطيقه النفس فيجب على الإنسان أن لا يحملها ذلك لكي يحافظ عليها، لكي يحافظ عليها. فكذلك قلنا أن التدخين والمخدرات والسهر و يعني اللعب المفرط، مجموعة من الأمور كلها تؤدي إلى إلحاق الضرر بالنفس، فكل ما من شأنه أن يلحق ضررا سواء جسديا أو نفسيا فيجب على الإنسان ألا يعمله ولا يقوم بفعله حتى لا يؤدي بنفسه إلى الهلاك. فكل ما يؤدي بالنفس البشرية كيفما كانت إلى الهلاك فيجب على الإنسان أن يبتعد عنه ولا يقوم بفعله امتثالا لأمر الله عز وجل. تحريم إلحاق الضرر بالنفس، فكل ما يلحق الأشياء التي تلحق الأذى والضرر بالنفس فيجب على الإنسان أن يبتعد عنها، فهي محرمة من طرف الشارع، لأن حفظ النفس من الضروريات الخمس كما تعرفون، من الضروريات الخمس التي حث عليها الشرع الإسلامي وأمر بها وأمر المسلمين بامتثالها، حفظ النفس، حفظ الدين، حفظ العرض، حفظ المال، هذه الأشياء كلها ديننا الإسلامي يحثنا على الامتثال لها وأن لا نلحق الضرر بها، خاصة النفس. النفس البشرية هي نفس عظيمة ولها قيمة عند الله عز وجل، فيجب علينا أن لا نؤدي بأي شيء إلى إلحاق الضرر بها ونبتعد عنه. ثم كذلك النهي عن إهمال النفس، النفس يجب علينا أن نهتم بها ونقوم بحفظها، وكل الأشياء التي تؤدي إلى تعريضها للأذى فيجب علينا أن نبتعد عن تلك الأشياء. النهي عن إهمال النفس وتعريضها للأذى، هذه بعض النقاط المهمة التي إذا امتثلها الإنسان سيكون محافظا على نفسه. فكل الأشياء التي تؤدي إلى قتل النفس يبتعد عنها، ثم الأشياء التي لا تطيق النفس لا يفعلها، ثم الأشياء التي تلحق الضرر بالنفس يجتنبها، وأن لا يهمل نفسه ويجعلها عرضة للضياع. كل هذه الأشياء المسلم الذي يمتثل لهذه الأشياء سيؤدي بنفسه إلى حفظها والاهتمام بنفسه. الآن سنسأل أسئلة عما مضى معنا من هذا الدرس. أو السؤال الأول، ما هو مفهوم حفظ النفس؟ نتذكر مفهوم حفظ النفس الذي مر معنا منذ قليل، وكيف يحافظ المسلم على نفسه. تعرفنا كذلك على أشياء من خلالها يحافظ المسلم على نفسه، فما هي هذه الأشياء؟ نتذكر هذه الأمور ونجيب عن هذين السؤالين لكي نعرف هل تمكننا مما تعرفنا عليه منذ قليل. نمر الآن إلى المحور الثاني، رعاية النفس. تعرفنا في المحور الأول على حفظ النفس، الآن سنعرف على رعاية النفس، ثم نقرأ النص المؤطل لهذا المحور. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه سورة الشمس من الآية 7 إلى الآية 10، هذه الآيات من سورة الشمس. اقرأوا الآيات قراءة متأنية لكي نتعرف على المعاني الواردة فيها، ثم نستخرج مضمونا لهذه الآيات. شرح المفردات، المفردات الغامضة في هذه الآيات سنتعرف عليها بإذن الله وحوله.
سواها ونفس. النفس قلنا هي النفس البشرية، روح وجسد، ونفس بمعنى خلق الإنسان أو الإنسان، ونفس وما سواها. سواها بمعنى خلقها في أحسن صورة. الله عز وجل خلق الإنسان وخلقه في أحسن وأكمل وأبهج صورة. نعم، ألهمها فجورها وتقواها، ألهمها بمعنى بيّن لها عصيانها واستقامتها، بيّن لها طريق الحق وطريق الشر، بيّنها الأمور التي تنفعها والأمور التي تضرها. وبالتالي فالإنسان هنا خيره الله عز وجل، بيّن له طريق الحق وطريق الشر لكي يختار الطريق الذي يتبعه. فكذلك العصيان، الإنسان يعرف الأمور التي يعصي، إذا فعلها عصى الله عز وجل فهو يفعلها أو لا يفعلها، والأمور التي يستقيم بها على طريق الحق يعرف كذلك فيفعلها أو لا يفعل. كل الأمور بيّنها الله عز وجل للإنسان حتى يختار أو يتبع الطريق، أي الطرق يتبعها. قد أفلح معناه فاز. قد أفلح فاز، من الذي أفلح؟ فاز، زكاها معنى طهرها من الذنوب، طهرها من الذنوب. وخاب أي خسر، وقد خاب أي خسر. دسها معنى دنسها بالمعاصي. فانطلاقا من شرح هذه المفردات نتعرف على معنى هذه الآيات، أو نستخرج مضمونا لهذه الآيات. النفس خلق الله عز وجل، خلقها في أحسن صورة، سواها، معنى الله عز وجل خلق النفس في أحسن صورة. ماذا بيّن لها؟ بيّن لها طريق الحق طريق الشر، بيّن لها عصيان واستقامة، الأمور التي إذا فعلتها عصت الله وإذا فعلتها استقامت على طريق الله. بيّن لها هذه الأمور من خلال الشرع الإسلامي المبين في كتاب الله وفي الأحاديث النبوية الشريفة. هنا الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن صورة، بيّن له طريق الحق. وبالتالي فإن الإنسان الفائز المفلح هو الذي يطهر النفس ويطهر هذه النفس من الذنوب ويبعدها عن الذنوب. أما الخاسر الخائب هو الذي يدنسها ويجعلها ترتكب المعاصي. بالتالي نستخرج مضمون هذه الآيات. نعم، الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن صورة، يعني الله عز وجل خلق النفس في أحسن. وماذا بيّن لها؟ بيّن لها طريق الحق وطريق الشر لكي تختار الطريق الذي يوصلها إلى الفلاح أو إلى الخسران. نعم، مضمون. خلق الله تعالى النفس في أحسن صورة وبيّن لها طريق الحق، الطريق الحق وطريق الشر. نعم، مضمون. نمر الآن إلى مفهوم، أول مفهوم رعاية النفس. ما هو مفهوم رعاية النفس؟ فالرعاية في اللغة تطلق على معاني عدة، منها الحماية والتنمية والحفظ. وبالتالي هنا انطلاقا من معنى الرعاية في اللغة نحدد مفهوم رعاية النفس. نحدد مفهوم رعاية النفس. فرعاية النفس يعني حمايتها وتنميتها والعمل على إصلاحها وتهذيبها وتأديبها والحرص على تعليمها وإرشادها. هذا هو معنى عام لرعاية النفس. فرعاية النفس يعني أن تحميها وتنميها وتعمل على إصلاح هذه النفس وتهذيبها بالأخلاق وتأديبها وكل الأشياء التي تنبع النفس، يجب على الإنسان أن يفعلها حتى يقوم برعاية النفس. الرعاية هي التنمية، يعني أنت ترعى الشيء منذ صغره إلى أن يكبر إلى أن يكبر إلى أن يكبر، فأنت تنميه حتى يكون صالحا. هذا مفهومها في مفهوم رعاية النفس. نمر الآن إلى ثانيا، كيف تتم رعاية النفس؟ كيف الإنسان كيف يرعى نفسه وكيف يحقق غاية الغاية التي من أجلها خلق، وكيف يرعى نفسه حق الرعاية؟ فكذلك بمجموعة من الأشياء، كما قلنا أن النفس هي روح وجسد، ولكل منهما أمور يحتاجها حتى ينمى ويرعى رعاية صالحة مستقيمة. ف
فأولا بالنسبة للروح فيجب على الإنسان تغذية الجانب الروحي، وذلك بالإيمان بالله والإكثار من الذكر. فالروح غذاؤها هو الإكثار من ذكر الله، قراءة القرآن والأعمال الصالحة كلها تؤدي إلى رعاية الجانب الروحي في النفس. بالإيمان بالله فهذا أمر مهم يجب على الإنسان أن يتحلى به ويقوم به بالنسبة لنفسه. ثم تزكية النفس بالأخلاق الحميدة، يعني أن نزكي نفسه لكي تكون النفس صالحة الجميع يحبها، تكون أخلاق حميدة، يربي نفسه على الأخلاق الحميدة. فكما قال النبي عليه الصلاة إنما بعثت يتمم مكارم الأخلاق. فالأخلاق أهم شيء في دين الإسلام، فالإنسان والنفس التي أخلاقها جيدة تكون محبوبة عند الله عز وجل، محبوبة عند الناس. ثم القيام بالواجبات الدينية، هذا أمر كذلك مهم في رعاية النفس البشرية، القيام بالواجبات الدينية، فيحافظ على صلاته وصيامه وجميع ما أمره الله عز وجل به، يمتثل الأوامر يجتنب النواهي، كل هذا من شأنه أن يحقق رعاية النفس. ذلك العلم تثقيف النفس وتعليمها، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يرعى نفسه رعاية حقيقية فيؤدي بهذه النفس إلى التعلم والإرشاد والتعليم والتثقيف، كل هذا من شأنه أن يرعى من خلاله يرعى نفسه. وكذلك أمر مهم جدا وهو مراقبة النفس ومحاسبتها. النفس هي أنفس ثلاثة كما تعرفون، أمارة ومطمئنة ولوامة. هذه الأنفس يجب على الإنسان أن يراقب نفسه وأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، لأنك إذا لم تراقب نفسك على أعمالها وعلى ما تقوم به فإنك قد تقع في أشياء مخالفة لديننا ومخالفة لشرع الله، وبالتالي لا تحقق رعاية النفس. فيجب على الإنسان أن يراقب نفسه، هل هي مستقيمة، هل هي الأمور التي يفعلها من الأشياء التي تنمي النفس وتحقق لها الرفعة أم لا. ثم الحرص على النظافة الشاملة، هذا أمر كذلك مهم، من خلاله تتم رعاية النفس حتى لا تصاب بالأمراض، حتى تكون نقية. فالمؤمن يجب أن يكون طاهرا نقيا كما أمرنا الله عز وجل بذلك في مجموعة من النصوص. والتغذية كذلك السليمة، فيجب على الإنسان أن يأكل الطعام الحلال، الطعام الطيب، لكي ينمو جسمه ولكي يستطيع من خلال هذا النمو أن يعبد ربه وأن يعمل العمل الصالح ويساعد الآخرين. هذه بعض الأمور التي من خلالها إذا امتثلها الإنسان وحافظ عليها قام برعاية نفسه حق الرعاية. الآن نسأل بعض الأسئلة عما مضى معنا حتى ندرك هل تمكننا من هذه الأشياء. ما هو مفهوم رعاية النفس؟ ما هو مفهوم رعاية النفس؟ وكيف يتم رعاية النفس؟ تجيبون عن هذه الأسئلة لكي تعرفوا هل التعلمات التي مضت استوعبتموها أم لا. في الوضعية أو في المدخل الإشكالي في بداية الدرس أن أحمد يدخن، هو طيب وأخلاقه جيدة ويعمل ويقوم بواجباته الدينية، إلا أنه يتعاطى التدخين ويقول بأن هذا التدخين إنما هو عادة سيئة لا يؤثر على النفس. فهل تتفقون انطلاقا من ما تعرفنا عليه في هذا الدرس، فهل أحمد حافظ على نفسه وقام برعايته؟ فالذي يدخن هل حافظ على نفسه؟ هل أدى بنفسه للتهلكة؟ هل ألحق الضرر بنفسه؟ انطلاقا مما درسنا وأنتم تعرفون التدخين
وما يؤدي به ما يؤدي إليه من أمراض كالسرطان الرئة والرائحة الكريهة ومجموعة، بالإضافة إلى تبذير المال، بالإضافة إلى مجموعة من الأشياء. فهل أحمد حافظ على نفسه وقام برعايتها أم لا؟ انطلاقا مما تعرفنا عليه نجيب ونعرف الرأي الذي أبديناه في بداية الدرس، هل هو موافق لتعاليم شرعنا الحنيف أم لا؟ ونقوم بإعداد للدرس القادم إن شاء الله بإذن الله. تكتبون الأسئلة وتجيبون عليها. ما هو دور التواصل والتعارف في الحياة البشرية؟ ثم كيف نتعامل مع وسائل الاتصال الحديثة؟ هذه الأسئلة تسجلونها وتجيبون عليها استعدادا للدرس السابق. وفي الختام أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل هذه الأشياء التي تعرفنا عليها في هذا الدرس نطبقها في حياتنا، فنحافظ على أنفسنا من الهلاك ومن الضياع، ولا نؤدي بأنفسنا إلى كل ما يلحق بها الأذى، ونرعاها حق رعاية حتى نلقى الله عز وجل ونحن في أتم وأحسن صورة يحبها الله عز وجل ويرضاها. والسلام عليكم ورحمة الله.